أنصار الميلان والإنتر ومن هواة كرة القدم الإيطاليين ويصنعه أيضا في وسائل الإعلام الإيطالية التي لم تتحدث بهذه الكيفية كثيرا في الأيام القليلة الماضية ولا في السنوات. لذلك خوزي موري أهداف طبعا كل شيء متوقف على الفورمة اللي يكون عليها اليوم كل اللاعبين فوق أرضية الميدان. كل شيء متوقف أيضا البرتغال مع اف سي بورتو وفي تشيلسي مع فريق وفي إنجلترا. الحكم مورغانتي إيميديو بمساعدة نيكولاي جورجيو وبابي من الركلة اليسرى كاكا وفاتو سهلة بالنسبة للحارس خوليو الأيمن في تشكيل الفريق من أنسي فاتو انطلق ممتاز جدا وفاتو الأملي مانشيني والتسديدة جانبية رونالدينيو يوصلها لرونالدينيو صعبة ممتازة لفاتو هايلة لرونالدينيو يلعبها مع كاكا ترجع للخلف صعبة جدا دينيو دفاع رونالدينيو يوصلها لرونالدينيو صعبة ممتازة لفاتو هايلة لرونالدينيو يلعبها مع كاكا ترجع للخلف صعبة جدا لصالح ميلو عسي والتسديدة سهلة وصفيضة يتسلل إبراهيموفيتش مع كالاتسي زامبروتا وجاتوزو زامبروتا ممتازة جدا هذه التسديدة باليسرى من زامبروتا ثلاث تسديدات لحد الآن هذه كانت رائعة من زامبروتا ما خرجتش بعيد مايكون تماما ناحية مايكون على الجهة اليمنى مايكون مع يان كولوفسكي مايكون خطير جدا مايكون يتوغل مايكون هيدا والغريب مينو عسي سلطان إبراهيموفيتش لا لا هذه الفرة على كريست على إبراهيموفيتش شوف المراقبة الرائعة جدا صارت لأمروزيني باتو كاد باتو يفتح باب التسجيل يطلب الكرة هيدا مالديني باولو مالديني في التغطية مالديني وباولو مالديني في التغطية ينقذ الموقف ويخرج هذه الكرة مباشرة للركنية تصوروا معي مايكون خطير جدا مايكون يتوغل مايكون هيدا الحكم يقول ركنية الثانية في المباراة لصالح انتر ميلانو مايكون خطير جدا رونالدينيو من هناك على اليسرى يوصل على كاكا ترجع رونالدينيو كاكا مرة ثانية ما في غير تسلل كاكا كل هدف الأول ممتازة بين رونالدينيو وكاكا كاكا رونالدينيو وكادي كل هدف الأول لصالح ميلو عصي لا المرور رائع جدا من كاكا ورونالدينيو ورائع جدا من طرف باتو انطلق لا ما يتمكن دينيو الدفاع وراءه مايكون إبراهيموفيتش والكرة المقوصة الدخلة صعبة فليك فييرا في التغطية ينطلق أمبروزيني رونالدينيو دائما عنده الكرة هيدا ممتازة في وضع التسلل لا الحكم يقول ولا شيء وكاكا وصعبة لميلو عصي هو في صالح الميلان كرة ما توصلش من كاكا لكاتوزو يصلحها كاكا وينطلق كاكا ممتازة كاكا يلعبها مع رونالدينيو تتوقع بأن الإنتر يلعب أحسن ويفوز قلال جدا من كانوا يتوقعون بأن فريق ميلو عصي اليوم يلعب بالنسبة لرونالدينيو
رونالدينيو على الجهه اليسرى، يوقف كورتو مع مايكون، رونالدينيو ومايكون، يفضل يوزع هايلة من رونالدينيو القائمة الثانية لكاكا، صعبة صعبة، ممتازة، وكاكا فوق المرمى، التوزيعة والتمريرة كانت رائعة جدا من رونالدينيو مباشرة في القائمة الثانية بعيدة تماما. الميلانيين يعني الأشياء الكثيرة رغم أننا في بداية موسم، ترجع مباشرة جدا وانطلق من مايكون، كرة في العمق لإبراهيموفيتش، تغطية من باولو مالديني، هايلة ممتازة جدا، مقوصة صعبة، لا لا ديرا تبقى عنده مضاعف، رونالدينيو هايلة يوصل عليه كاكا على الجهة اليمنى، كاكا انطلق، كاكا انطلق صعبة، كاكا انطلق صعبة، كاكا انطلق صعبة، كاكا 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 لا لا ماتي راسي ينقذ الموقف، كاد يفعلها كاكا وكأنه عمدا أراد أن يضربها في ماتي راسي لأن باتو كان بعيد ولا واحد أيضا. تبقى الكرة لكواريزما على الجهة اليمنى والتوزيعة من كواريزما، ثاني إبراهيموفيتش، لا لا حكم ما يقول ولا شيء، رونالدينيو الجهة اليسرى يجي وراءه يانكولوسكي يلعبها مع رونالدينيو، ترجع لكاكا، خروج ماتيراسي للمدرب خوزي مورينيو، كروس 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 قوية دي، لو تلاحظوا مع بياسو يلعبها بامتياز مع سلطان ابراهيموفيتش، ابراهيموفيتش بسرعة، ابراهيموفيتش 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 كاد يعدل النتيجة، لا 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 كان عنده متسع من المكان والوقت لتن بعد ان اقلق دفاع فريق انتر ميلانو. باتو البرازيلي يخرج ويخلي مكانه لفلاميني، جاتوزو يبقى موجود رفقه رفقائه. الان الاختيار بالنسبه لانشيلوتي واضح، تدعيم خط الوسط، كاكا يريد ان يبحث عن الضربه القاضيه، كاكا يتوغل، كاكا كاكا اخر، ستانكوفيتش يعرف ماذا يحدث له مورينيو في هذه المباراه ويعرف لو كمل بهم فريقه، حكم ما يقول ولا شيء، خلي الافضليه صعبه، كروفسكي ولا لا ادريانو كاد يكون هدف التعادل، يان كولوفسكي وادريانو وبطاقه صفراء لزانيتي على احتجاجه على قرارات حكم المباراه، الحكم هو السيد، هو سيد الموقف وسيد المباراه مهما كانت قراراته ومهما كانت اخطاؤه بين قوسين. عناصر الانتر طالبت بضرب الجزاء، لما لا، كره ادريانو كانت بطاقه حمراء لمورينيو، لمن لا 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 ليس لمورينيو، ليس لمورينيو او ماتيراسي، لا ادري لا ادري، المهم قد يكون في هذه اللحظات تحت تصفيقات الجميع، استمعوا جيدا جدا لانصار فريق ميلو اسي لرونالدينيو بعد اداؤه لمباراه هل يفعلها مره اخرى؟ اندري شيفتشينكو تقديري ومن كلنا انتقدهم صعبه، تذكر بان الانتر يلعب بعشر لاعبين فقط بعد طرد المدافع بورديسو، كيفو يوصل عليه مايكون على الجهه اليمنى، انطلق شيفتشينكو، شيفتشينكو هل يفعلها؟ والهدف الخامس عشر شيفتشينكو، باولو مالديني ويشجع في فريق ميلو اسي، وجاتوزو يخرج، جاتوزو يخرج في هذه اللحظات ويخلي مكانه لبونيرا رقم 25، بونيرا ياخذ مكان دقائق وينطلق على الجهه اليسرى، ينتظر المساعده، يوصل لشيفتشينكو، شيفتشينكو يتوغل، شيفتشينكو شيفتشينكو لا لا، والوقت يمر والدقيقه الاخيره سنلعب، تروح للتماس، انتر ميلانو مرهار بدنيا، انتر ميلانو ليس في احسن احواله، ومورينيو لم يتمكن من الفوز باول، مايكون لكامبياسو، كامبياسو لزلاتان ابراهيموفيتش، حذاري من ادريانو، حذاري 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 لا لا، تبقى الخطوره كواريزما، خساره لو يسجل انتر ميلانو، خساره لو يسجل انتر ميلانو، يرجع انتر ميلانو لحجمه، يخليه عند حده يعني الانتر، ويخلي ايضا مورينيو عند حده ويرد الديربي له امام الجار ميلو اسي، مايكون حذاري حذاري حذاري، ماذا ضيع ادريانو، ماذا ضيع ادريانو في هذه الكره، لا 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 لا، مايكون حط الكرة فوق راس أجل أدريانو، لا كل أنصار ميلو اسي كانوا ممتاز، كروزي وزعها، أدريانو حذاري، سلطان إبراهيموفيتش بعيدة تماما والحكم سيصفر، بعيدة تماما والحكم يطلب من كريستيان أبياتي يلعب الكرة بسرعة، سيصفر بعد حين بفوز فريق ميلو اسي أمام فريق الكل يترقب في صفيرة حكم المباراة ويصفر نهاية المباراة بفوز فريق ميلو
خطيرة جدا، مباراة رائعة، الهدف سجله